والظاهر أن ذلك عندما كان يصلي شنو نافلة. ولذلك أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام. عبد الله اللي ماشي ماكو مكان ياخذ داخل الماتم فل زين. بروح البيت إن شاء الله بطالع البث المباشر وانتم عجروا في إنشاء المبنى الجديد. أكل جماعة دشني مشروع اشتركوبون لتركيب رخامة بعشرين دينار بتكاتفكم ومساهمتكم جميعا إن شاء الله راح يكتمل المشروع في أسرع وقت. قال الإمام الصادق عليه السلام لفضيل: أحيوا أمرنا يا فضيل، فرحم الله من أحيا أمرنا. كن مصداقا للحديث الشريف وساهم في مشروع الرخامة للمبنى الجديد لمأتم المرخ. سعر الكوبون 20 دينارا. أينما كنت فقط اتصل ونصل على الأرقام التالية